احلى شباب الفرقه الرابعه. والله ها 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 عامر وبس والباقي خير. يا عمي احمد عيسى معلق طب شايفه طلع زي طبق سمك هاي نزار نزار الحمصه هل نزار منها من حمص تعال بس بيعرض تعرف عندك شو خدي رايح يا نزار كم قديم انا زو ايه هلا بيقولوا لي مصل على المشفى شي 150 واحد ايوه الحرام الميتين 100 وال ايه بيدينا جي شو سطه نزلته للمثلث شو بقى تقوي ها تعالوا صابوا دالو ليه يا ناسي صابوا بجيبه مشان تصور بالهي ايوه ايه تدي بالك على الروسية تدي بالك عليها يا رب هاي كوب ما عارفك يا نيزار الوحش كان هيك لك ال لا 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 هلا هلا ما تبص عليه مقبس هلا ايه خلص هلا هلا نتحرك ليش عم تكفر على ربي يا ريفي رب خليني هلا صورك بقى نختم اول لحظة هلا هلا شو عمي هلا ها عودي هلا النجار هلا محمد الغالي شو بدي ايه هلا هلا نسحبه شو هالدلع هذا؟ شيل ايدك عن القناصة شيل ايدك عن القناصة شيلها مدير ليك بالبكلتة لمين الكاسي؟ هلا عم تصور غير على الكاسي عم تصور بكاسي يا عمي كاسك حطها حطها عمي حطها ايه خليها خليها خلينا نبقاك شي طلقة استنى بالقناصة حبيبي تنجرب لا لا هلا بنجيبه عشان نصور شلون مش صورني شو فيه ايه شو بروح مش مال غير احمد احمد هو الوحيد اللي شو يا احمد في عندك شي صيدة والله بيجي يا احمد يلا قعد 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 مزبوط جاركني لا لا ليش
يلا خلاص ما عاد في شط مقطوع من الحلقه خلاص يا عبد الله مقطوع ما كان في مين طلع معنا ها شو يا ما عاد في شيء والله هاي هيك ايه انت هلا شيء ما تروحوا شيء ما بعرف بدنا نقف وقفه من اللي حفظ غير الجهاز لا هلا بكيت مثلا